ازيكم عاملين ايه؟ عيد سعيد، انا ميمي. احنا بعد العيد وفترة الحظر والاكل عامل عبايله معانا. النهارده هعمل لكم اكله سريعه ومفيده وفيها كل العناصر الغذائيه بس من غير لحمه او فراخ. الاكله دي هتساعدكم انها مش بتاخد مجهود. انا شخصيا بعملها مره او مرتين في الاسبوع لاني باكل اكل كتير مليان توابل وبحب اريح معدتي، وكمان في الحمل لاني مش باكل لحمه او فراخ. لو عجبكم الفيديو ده اعملوا لايك وسبسكرايب عشان تشوفوا باقي الفيديوهات الجايه، ويلا نبتدي. انا جبت 3 اطباق، في كل طبق هعمل بيه حاجة. في الطبق الاول قطعت كوسة وجزر ومشروم وفاصوليا خضراء وبسلة، ممكن كمان تضيفي تشيري توميتو وبروكلي. وفي الطبق التاني قطعت بطاطس عادية لصوابع كأني احمرها. وفي الطبق التالت قطعت مشروم لقطع. الطبق الاول ده هعمل بيه سوتيه، والطبق التاني هتبله تتبيله وادخله الفرن، والطبق التالت ده هعمل بيه شوربة المشروم. المشروم فيه نسبة بروتين عالية زيه زي اللحمة، بس لو كلت منه كمية 10 اضعاف كمية اللحمة اللي انا هاكلها. اول حاجة شوربة المشروم، هحتاج فص توم كبير ومعلقتين دقيق، كوباية مية مغلية ومكعب مرقة، نص كوباية حليب ونص كوباية كريمة طهي ورشة ملح وفلفل. في حلة على النار هحط معلقة سمنة وازود عليها فص الثوم واقلبه عشان ياخد لون ذهبي خفيف. وبعدين هضيف عليها قطع المشروم واضيف الدقيق واغلف بيه السمنة والمشروم واسيب المشروم شوية يتشوح على النار. بعد ما المشروم بياخد لون شوية هضيف كوباية المية وحطيت عليها مكعب مرقة. وبعدين هضيف نص كوباية اللبن ونص كوباية الكريمة. او ممكن اضيف قشطة بدل الكريمة. وبعدين هحط رشة ملح ورشة فلفل، بس مش هكتر لان مكعب المرقة اصلا فيه ملح وفلفل. لو الشوربة ما جمدتش ممكن اجيب شوية دقيق في مية سخنة وادوبهم وازودهم، بس ما احطهمش على طول عشان ما يكتلوش في الشوربة. وده منظر الشوربة بعد ما جمدت. بعد كده هعمل البطاطس، هتبلها بنقطة زيت او زيت زيتون ورشة زعتر ورشة بابريكا. وشوية روزماري. وادعكها كويس بالمكونات بتاعتي. وبعدين افردها في صينية على ورق زبدة وادخلها الفرن على درجة حرارة 200 لمدة نص ساعة. وبعد كده هعمل السوتيه قبل ما البطاطس تطلع بربع ساعة بالظبط. في مقلة هحط نقطة زيت وانزل الخضار واسيبه يتشوح شوية.
وزود طبعا شوية ملح وفلفل. وزود مية لحد ما اغطي الخضار خالص على نار عالية عشان المية تتبخر بسرعة ويستوي بسرعة. بعد المية ما تنشف اتأكد انه استوى خلاص وكده اطفي عليه. كده بكون خلصت الاكلة، وده شكلها بعد ما اتحطتها في طبق التقديم. يا رب تكون عجبتكم، واتمنى تعملوها وتقوليلي رأيكم. شكلها لوحده يفتح النفس، وكمان أكلة مغذية ومفيدة. وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وشير لو حبيتوا.